موجودة الحمد لله وما بي مشاكل ولا بي أي شيء. والله حاليا احنا بسوق ذيبان. ذيبان الحمد لله متوفر كل شيء فيه، المواد الغذائية والأسواق تمام والأمن زين والحمد لله. وبس ناقص الخدمات، الكهرباء والماي، المي ملوثة يلزمها تصافي وكذا وتعقيم. نعاني من مشكلة كبيرة جدا، هي المي والكهرباء والري، هذول اللي نعاني فيه احنا، هذول الثلاثة. اما بالنسبة للمواد الغذائية الحمد لله ممتازة جدا، متوفر كل شيء، مواد غذائية عندنا من فضل الله من فضل الشباب. بس عندنا مشكلة، هي الارض صارت قاحلة جدا لانه مي ري ما في، زراعة ما في، بدنا نفلح خضرة، بدنا نفلح قمح، قطن، صفيرة، ما في. ليش؟ لأنه مي ما في، مي ري ما في. طبعا بالنسبة للأسواق شو اسمه، كل شيء متوفر، الخير الحمد لله موجود، موجود كل شيء موجود، مواد غذائية موجودة، كل الأسواق مليئة بالمواد الغذائية، مليئة بكل المتطلبات اللي يحتاج الإنسان من غذاء من شغلة. أما بالنسبة للخدمات سيئة جداً.